بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معادنا مع المحاضرة 77 من محاضرات الجافا، مادة M257. النهاردة إن شاء الله هنخصص كل المحاضرة يعني لعملية المراجعة وحل الأسئلة. كنا بدأنا في حل الأسئلة ولكن هنستكمل مع بعض. طبعا كان في النهاردة محاضرة أونلاين ولكن للأسف اتلغت بسبب مشاكل السيرفر. مفيش أي مشكلة خالص، بإذن الله هنسجل المحاضرة مع بعض ونعمل لها أبلود على المنتدى. ولازم تتأكد من حاجة مهمة جدا، إنك أنت معاك الملف اللي اسمه فور فاينل إكزام. الملف ده عبارة عن ملف مضغوط، هو ده الشغل بتاعنا كله. هروح أفتح برنامج النت بينز، طبعا ما عنديش ولا بروجكت، وهنبدأ نشتغل النهاردة على مجموعة من البروجكتس الجاهزة. طيب انا عايز اطلب منك طلب مهم جدا، عايزك تركز معايا علشان خاطر الموضوعات دي باذن الله لازم يجي منها موضوعين او ثلاثة على الاقل في الامتحان. موضوع الجرافيكال يوزر انترفيس والايفنتس يونت 6 ويونت 7، موضوع الابلت اللي موجود في يونت 10 وعليه سؤال في الموك اكزام عليه 12 درجة، موضوع السوكت اللي موجود في يونت 9 وموجود بالموك اكزام وعليه 9 درجات، موضوع الستريمز وده موجود في يونت 4 وكمان استعمله في يونت 9، يعني موجود في 4 الشرح بتاعه وفي يونت 9 بدأ يستخدم فكرة الستريمز بكل انواعها، البفرد ريدر وازاي اروح اعمل رايت في فايل وهكذا. كمان عندي موضوعين مهمين جدا، موضوع الاري ليست وموضوع الثريدز. الاري ليست في يونت 5 اما الثريدز في يونت 8، وعلى فكره احيانا وكتير جدا بيجمعهم في مثال او في سؤال واحد الاري ليست مع الثريدز. يبقى احنا عندنا الموضوعات اللي احنا عايزين نغطيها باذن الله، الجي يو اي مع الايفنتس، الابلتس، السوكت، الستريمز، الاري ليست، الثريدز. النهارده ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان نشتغل على يونت 6 ويونت 7، الجرافيكال يوزر انترفيس والايفنتس، وعلى يونت 10 وهو موضوع الابلت. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا لازم يكون عندك برنامج النت بينز، ويعني لو ما كانش في اي مشروعات موجودة عندك يكون افضل. هتروح على قائمة ستارت وبعد كده هروح على دوكيمنتس، عندي النت بينز بروجكت، يعني الفولدر ده خليه فاضي، ولو كان في اي اكواد مكتوبة قبل كده ممكن تاخدها كات وتحطها في اي فولدر تاني، يعني كباك اب. يعني لو كان عندك هنا اي فولدر وليكن مثلا عندك بروجكت اسمه تيست، كل اللي هتعمله هياخد الفولدر ده كده كات واروح اعمل باك واروح في اي مكان هنا اقول له داخل الدوكيمنتس بتاعتي انا عايز اعمل مثلا نيو باك اب مثلا خاص بالجافا بتاعتي، باك اب فور جافا مثلا، واروح اعمل كنترول مع حرف الفي او كليك يمين وبيست، علشان خاطر لما اجي افتح قائمه ستارت وافتح النت بينز بروجكتس من الدوكيمنتس، اهو النت بينز بروجكتس، هلاقيها فاضيه. طيب لحد الان تمام. لو انا جيت كده على الملف بتاعنا اللي هو المضغوط فور فاينل اكزام، كليك يمين وهقول له عايز اعمل اكستراكت تو فاينل اكزام، اهو هو ده الفولدر بتاعي. لو جيت فتحته هلاقي عندي ملفات مهمة زي البروجكتس بتاعت النت بينز، ممكن اخدها كلها كده كوبي تمام، واروح على ستارت دوكيمنتس، هروح على النت بينز بروجكتس واعمل بيست هنا وابدأ اشتغل من هنا. طيب لحد الان تمام، اعتقد كده الفكرة كده واضحة. ادي اول خطوة هنعملها، هنبدأ نكوبي البروجكت بتاعتنا داخل النت بينز بروجكت. الفولدر ده كمان في ملفات مهمة، يعني في ملفات بي دي اف هنبدأ نشتغل عليها. هبدأ اشتغل على الملف ده، هو ده اللي انا هبدأ اشتغل عليه اللي هو بارت 3. نفس الملفات موجودة برضو بصيغة وورد. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نشتغل على الملفات بتاعتنا. ادي اول ملف اللي هو بارت 3، هروح اشتغل على السؤال رقم 9.
هو ده السؤال رقم 9. زي ما اتفقنا، هدفنا النهاردة ان شاء الله ان احنا نخلص موضوع الجيو اي وموضوع الايفنتس، ده يونت 6 ويونت 7، بالاضافة لموضوع الابلتس يونت 10. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في السؤال رقم 9. بيقول لك consider the following code and then answer the questions about it. انا عندي اقتراح تاني، ايه رأيك لو اروح افتح برنامج النت بينز واروح اقول له فايل وهقول له عايز اعمل open للبروجكت الموجودة على my documents. عندي هنا نت بينز بروجكت، تمام، وهروح اعمل open لكل الملفات دي مع بعض من خلال الضغط على زرار الشيفت. يبقى انا هروح اعمل open لكل الملفات دي مرة واحدة وهقول له open. طبعا هيروح يعمل لود لكل الملفات ديت. انا عايز اشتغل على ملف واحد منهم اللي هو السؤال رقم 9. اسم الكلاس بتاعي اسمه exit demo. طيب تمام، هروح افتح exit demo، هو ده source package exit demo، دي الباكج وادي الملف اللي اسمه exit demo دوت جافا. المسألة سهلة جدا بإذن الله. لو انا وقفت كليك يمين وقلت له عايز اعمل run للفايل، هيبدأ يشغل الملف بتاعي. الملف بتاعي عبارة عن جي فريم وعليه ليبل وعليه جي بوتون. لو انا عملت exit هيخرج من البرنامج، ولكن قبل ما يخرج هيقول لي جود باي، هقول له اوكي هيخرج من البرنامج. البرنامج ده اتعمل ازاي والسؤال هيجي عليه ازاي في الامتحان، هو ده موضوعنا. علشان كده عايزين نركز مع بعض ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم نشرح السؤال بالتفصيل واحدة واحدة. انت عارف ان الجرافيكال يوزر انترفيس والايفنتس الموجودة في يونت 6 ويونت 7، علشان خاطر تشتغل عليها في مجموعة من اللايبرز. اللايبرز دي مهمة جدا جدا. بقول له عايز اعمل امبورت للجافا اكس دوت سوينج دوت استريك، وامبورت للجافا دوت اي دبليو تي دوت استريك، وامبورت للجافا دوت اي دبليو تي دوت ايفنت دوت استريك. علشان خاطر لو انت حضرتك نسيت تعمل امبورت، لأول حاجة هيقول لك أنا مش عارف حاجة اسمها الجي فريم ولا الجي ليبل ولا الجي بوتون، كل الحاجات دي أنا مش عارفها. إذا أنت كده عندك معلومة مهمة، الجي فريم والجي ليبل والجي بوتون كلهم موجودين داخل الإي الباكج اللي اسمها سوينج. طيب تمام، بالنسبة للإي دبليو تي دوت أستريك، لو أنت عملت لها كومنت هيقول لك أنا مش عارف حاجة اسمها البوردر لاي أوت. طيب تمام، لو أنت رحت عملت كومنت للسطر بتاع الايفنت اكيد مش هيشتغل على الاكشن ليسنر ولا الاكشن ايفنت. طيب لحد الان تمام، ولكن في بعض الناس لما بتيجي تشتغل ما بتشتغلش بالطريقه ديت. امال بتشتغل ازاي؟ انا عارف ان في الاي دبليو تي محتاج كلاس واحد اسمه بوردر لاي اوت، فبقول له عايز البوردر لاي اوت مباشره. وباجي في الايفنت انا محتاج حاجتين، محتاج الاكشن ايفنت وهحتاج كمان الاكشن ليسنر. يبقى هقول له عايز الاكشن الايفنت والاكشن ليسنر، يبقى انا كده شغال تمام. طيب في حاجه مهمه جدا انت ناسيها، ايه هي؟ هو انت كل لما تيجي تحتاج كلاس هتروح تعمل له امبورت؟ لا، يبقى افضل حاجه انك انت تروح تعمل امبورت لللايبرز كلها، يعني على 3 سطور فقط افضل. يبقى انا كده خلاص خلصت الجزء الخاص بعمليه الامبورت لمين؟ لللايبرز بتاعتي. طبعا الباكج ده عباره عن الفولدر الموجود فيه الكلاس، يعني عادي جدا ما فيهوش اي مشكله خالص. انا عندي فولدر اسمه اكزيت ديمو موجود فيه الكلاس بتاعي على سبيل التنظيم، اقدر احط مجموعه من الكلاسز المتشابهه في باكج واحده. طب هي دي اول خطوه بالنسبه لي. الخطوه الثانيه هبدا اروح اكريت الكلاس. الكلاس احنا اتفقنا اسمه ايه؟ اسمه exit demo، وانت عارف ان حرف الاي بيكون كابيتال وحرف الدي بيكون كابيتال في اسم الكلاس. الكلاس ده هيرث، هيروح يعمل عملية وراثة من مين؟ من كلاس تاني اسمه جي فريم. والجي فريم ده عبارة عن الشكل اللي انت هتشوفه حالا اهو، هو ده الجي فريم، وعليه مجموعة من الكومبوننت، عليه زرار اهو بوتون وعليه ليبل. طيب لحد الان تمام، يبقى انا اول حاجه بقول له الكلاس ده هيروح يكستند من الجي فريم.
في نقطة مهمة جدا، هو انت قلت لي الكومبوننت عبارة عن ايه؟ يبقى انا هنا هشتغل على الكومبوننت. تمام، الكومبوننت ديت كانت عبارة عن حاجتين فقط. ايه هما؟ انت عندك بوتون وعندك ليبل. البوتون ده هو عايز يشتغل على بوتون محدد، فهو هنا سمى الاوبجكت اللي انا هروح اكريته من الكلاس اللي اسمه جي بوتون سماه اكزيت بوتون. طب والليبل؟ سماه انفو ليبل، مفيش اي مشكله خالص. هتقول لي طب فين بقيه الكود؟ مش انت المفترض زي ما علمتنا بتيجي كده وبتقول له بي ايكوال نيو واروح اكتب جي بوتون؟ هقول لك كلامك صحيح، انت كده شغال صح، ما عليكش اي مشكله خالص. وهنا بي ايكوال نيو جي ليبل، هقول لك برضو كلامك صحيح، ولكن الافضل ان احنا نكتب الكلام ده في الكونستراكتور. يبقى الشغل ده ما فيهوش غلط، ان انا اقول له جي بوتون واسم الاوبجكت او الريفرنس بتاعي بي ايكوال نيو جي بوتون، وجي ليبل واسم الاوبجكت بتاعي اللي انا عايزه بي ايكوال نيو جي ليبل. مفيش اي مشكله خالص، الطريقه دي صح والطريقه دي صح، ولكن الافضل ان انا اشتغل داخل الكونستراكتور. يبقى انت كده الخطوه الثانيه هتروح تشتغل على الكونستراكتور. طيب تمام، الكونستراكتور حضرتك عارف ان هو هيكون بنفس الاسم ده، اسمه اكزيت ديمو، يبقى الكونستراكتور هيكون اسمه اكزيت ديمو. في بعض الناس بتشتغل بكونستراكتور بياخد تايتل، فهقول له سترينج تايتل واجي هنا وانا بشتغل هقول له سوبر، انا عايز اروح ابعت مع السوبر هبعت التايتل. دي طريقة ودي طريقة، ولكن هنا اشتغل بطريقة ايه؟ ان هو ما يشتغلش بالتايتل. امال هيعمل ايه؟ هيخلي التايتل من خلال يعني ميثود تانية. ممكن يجي هنا ويقول له عايز اروح اعمل سيت لمين؟ للتايتل، واقول له مثلا التايتل عبارة عن اي تايتل انت عايزه. يبقى دي طريقة ودي طريقة، اقدر ان انا احط تايتل زي ما انا عايز. هقول له set title، دي عبارة عن ميثود جاهزة بتعمل لي تايتل على مين؟ على الجي فريم. لو انا جيت كده شغلت البرنامج هتعمل لي التايتل اللي انا كتبته اهو على الجي فريم، example number 9. طيب تمام، ولكن ده ما كانش مطلوب منك في السؤال فانا هشيله، انا كنت بشرح من باب العلم بالشيء. يبقى اول حاجة انا اشتغلت عليها داخل الكونستراكتور روحت حددت السايز، السايز بتاع مين؟ بتاع الجي فريم. لو انا كده جيت شغلت البرنامج كليك يمين ورحت عملت ران للفايل، لو حد ما كانش لاحظ يعني كليك يمين وران للفايل او شيفت مع اف 6، عندي ليبل وعندي بوتون، ولكن الجي فريم بتاعي عبارة عن 200 200 بالنسبة للعرض و100 بالنسبة للطول. طبعا اقدر اكبر وصغر زي ما انا عايز، هقول له مثلا خليها 500 في 300، مفيش اي مشكلة خالص. يبقى انا كده بتحكم في الجي فريم بتاعي، خليته 500 في 300 زي ما انت شايف، 500 بالنسبة للعرض و300 بالنسبة لمين؟ للطول او الارتفاع بتاعي اللي هو الهايت. يبقى ده الويدز وده الهايت، ببدأ بالويدز اول حاجة. طيب لحد الان اعتقد كده المسألة سهلة. يبقى انا كده حددت السايز بتاع الجي فريم بتاعي، وعندي كام كومبوننت؟ عندي 2 ولكن لسه ما كملتش الكود. طيب تمام، ما تيجي نكمل الكود. ادي تكمله الكود اللي احنا عملناه من شويه. هقول له انفو ليبل، ادي الانفو ليبل بي ايكوال نيو جي ليبل، والاكزيت بوتون بي ايكوال نيو جي بوتون. الجي بوتون البوتون بتاعي عايز اكتب عليه اكزيت، والليبل عايز اكتب عليه بريس ذا اكزيت بوتون. هو ده الموجود فعلا في الشغل بتاعي اهو زي ما انت شايف، الاكزيت اهي، ادي الاكزيت وبريس ذا اكزيت بوتون موجوده فوق، مفيش اي مشكله خالص على الليبل. يبقى انا خلاص خلصت الجزء بتاع الكومبوننت بتاعتي، ولكن هنا في حاجتين مهمين جدا جدا احنا ما شرحناهمش، اللاي اوت، وساعات بيطلبوا منك في الامتحان زي ما طلبوا منك في التي ام اي، بيقول لك حدد لي اللاي اوت، فعايز اقول له set layout، وعايز layout بتاعي يكون border layout، وعلى فكرة ده by default border layout، يعني انت لو شلت السطر ده كده مش هتلاحظ اي تأثير الا بقى لو هو طلب منك layout محدد. طيب تمام،
يبقى انا كده عارف ان البوردر لاي اوت سواء كتبته او ما كتبتهوش هو باي ديفولت. طيب لحد الان انا فهمت يعني ايه اللاي اوت، هو عباره عن الشكل النهائي بتاع الكومبوننت الموجوده على الجي فريم. في ميثود مهمه جدا جدا اسمها سيت ديفولت كلوز اوبريشن، بتاخد الجي فريم دوت اكزيت اون كلوز، يعني السطر ده بعد لما نفهمه عايزك تحفظه، اسمه سيت ديفولت كلوز اوبريشن جي فريم دوت اكزيت اون كلوز. كل الهدف منه ان هو بيقفل البرنامج. هتقول لي طب وايه المشكله لو انا جيت كده علقت السطر ده وكليك يمين ورحت عملت ران للفايل؟ مال برضو البرنامج هيقفل. لو ضغطت على كلوز البرنامج هيقفل. هو انت جبت ايه جديد؟ هقول لك لا، البرنامج قفل قدام منك قدام عينيك، ولكن موجود في الرام، موجود في الرام زي ما هو. هثبت لك حالا، تعال نقفل البروجكت بتاعنا من غير ما نعمل اي سيف، ونفتح البروجكت تاني، نفتح النت بينز تاني، وهثبت لك المسألة دي حالا انها لسه موجودة معايا في الرام. احنا كنا شغالين على الاكزيت ديمو اهو. لو انا جيت كده عدلت السطر ده وخليته شغال بدل ما هو كومنت، كليك يمين ورن الفايل، وركز معايا لحظة لو سمحت علشان خاطر في حاجة معينة عايز اثبتها لك. هنا بيقول لي ايه؟ في حالة الرن، صح كده؟ طب اول ما اخرج سواء من هنا او من اكزيت، هخرج مثلا من هنا، هيقول لي بيلد سكسسفول توتال، اخد 10 ثواني، اخد 10 ثواني علشان خاطر يبيلد الايه البرنامج ده. طب لو انا علقت السطر ده اللي هو سيت ديفولت كلوز اوبريشن وكليك يمين وقلت له عايز اعمل رن الفايل، وركز معايا ايه اللي هيحصل؟ هو لسه في مرحلة الرن صح وشغال اهو. طب لو جيت قفلت ايه رأيك؟ لسه في مرحلة الرن، وبيقول لك تحت ايه؟ رننج، اذا موجود في الرام، اذا هنا ما عملش كلوز وكأنه عمل هايد، اخفى الابليكيشن فقط، عمل له عملية اخفاء. اذا الحل ايه؟ لازم اروح اطلع من البرنامج واشتغل بقى من جديد علشان خاطر يعني ممكن لو كان البرنامج كبير ما يعلقش معايا الجهاز. طبعا في حالتنا مش هيحصل اي حاجة، ولكن افضل ان انا اشتغل من جديد. يبقى احنا كده عرفنا اهمية السطر ده ايه، بيروح يعمل عملية تيرمينيت، بيقفل البرنامج كله وبيشيل الشغل بتاعي اللي كان موجود ومتحمل معايا في الرام. يبقى انا كده عرفت سيت ديفولت كلوز اوبريشن الميثود دي اهميتها بتعمل ايه. وخلاص كمان خلصنا السطرين دول بتوع الليبل وبتوع البوتون. انت قلت لي ان انا شغال على البوردر لاي اوت، طيب تمام، ممكن بقى حضرتك تحدد لي مكان الليبل فين ومكان البوتون فين؟ حاضر، زي ما انت عايز. انا عايز واحدة تكون في الاست وواحدة تكون في الساوث، او واحدة تكون في الاست وواحدة تكون في الويست، زي ما انت عايز. كليك يمين وهقول له ران الفايل، ولاحظ ايه اللي هيحصل. انا حددت ايه؟ حددت مكان البوتون فين ومكان الليبل فين، واحدة في الاست وواحدة في الويست. الاست اللي هو الشرق يبقى الليبل، والويست اللي هو الغرب يبقى الاي البوتون بتاعي. بروح اعمل اد وبحدد الكومبوننت بتاعي كوما، وبقول له بوردر لاي اوت دوت ايست او ويست او نورث او ساوث. ولكن هو ما كانش عايز كده في الامتحان ده، هو كان عايز يشتغل على مين؟ كان عايز يشتغل على النورث والساوث. يبقى انا لو وقفت كليك يمين هروح الاقي واحده منهم في النورث اللي هي الليبل، ادي الليبل في النورث فوق، وفي الساوث عندي البوتون بتاعي. يبقى انا كده حددت اللاي اوت بتاعي اللي انا شغال عليه. يلا بينا بقى نيجي للسؤال المهم جدا اللي دايما بيساله في الامتحان. للاسف في الامتحان ما بيسالكش في ولا حاجه من دول. ايه ده بعد كل الشرح ده؟ ايوه، علشان خاطر تفهم معايا اللي جاي. في نقطه مهمه جدا وهي فكره الايفنت. يبقى اللي احنا شرحناه ده كان خاص بيونت 6، يبقى اللي احنا هنشرحه حالا ده خاص بيونت 7 وهو موضوع الايفنت. هو انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ لو انا جيت كده شغلت البرنامج، ايه اللي يخليني لما اضغط على الزرار اللي حضرتك عملته يقفل؟ هتقول لي ده مكتوب عليه اكزيت. يا راجل، هو علشان مكتوب عليه اكزيت يخرج؟ لا طبعا، مش بالاسم. اذا هو منتظر مني ايفنت، منتظر مني حدث، والاحداث كثيره جدا. ممكن اضغط على الزرار، ممكن اعدي ايدي فقط بالماوس على الزرار، ممكن اخرج من الزرار،
يبقى اقدر ان انا اكون واقف على الزرار او ابعد عنه، ده حدث تاني. اعمل كليك ده حدث، اعمل دبل كليك ده حدث. اذا كل دي مجموعة من الايفنتس، وهو ده اللي احنا هنشرحه حالا. علشان خاطر تربط لي الزرار ده اللي هو اسمه اكزيت بوتون، لازم اربطه بحاجة بيسموها الاكشن ليسنر. يعني ايه اكشن ليسنر؟ الاكشن ليسنر كل وظيفته ان هو بيروح يعمل عملية ليسن. يعني ايه؟ بيتصنت منتظر من حضرتك في مرحلة الويتنج ان حضرتك يصدر منك اكشن معين، وهو عملية ايه؟ الضغط على الزرار. وبعد الضغط على الزرار حضرتك بتكتب الكود، بروح اعمل عملية هاندلنج للايفنت. يعني ايه هاندلنج للايفنت؟ بروح هاندل الزرار اللي اسمه اكزيت، بكتب فيه الكود اللي انا لما اضغط عليه يعمل حاجة معينة. انا رجعت في كلامي وجيت هنا هقول له ان انا عايز لما تيجي تشتغل تطلع لي ويلكم، بدل ما تعمل اكزيت تطلع لي ويلكم، انا حر. يبقى لو جيت كده اشتغلت وقلت له رن للفايل، وادي زرار اكزيت اللي حضرتك بتقول لي اول ما تضغط على الاكزيت هيخرج. لا طبعا، انا هنا هروح اظهر مسج فيها ويلكم عادي جدا، اهو ويلكم اهي، واقول له اوكي. هل خرجت؟ لا طبعا. اذا لازم تكتب الكود بتاع الاكزيت، هو ده الفكره. طيب لحد الان تمام، يلا بينا بقى نشرح فكره الايفنت. الايفنت علشان خاطر تشتغل عليه فيه حاجتين مهمين جدا جدا. هو اولا الكيرلي براكت دي بتاعت ايه؟ لازم تسال نفسك السؤال ده، مهم جدا جدا. ده الكلوز بتاع الكونستراكتور. اذا كل الاكواد اللي احنا شرحناها وفاضل كمان السطر ده، كل ده داخل الكونستراكتور. هو انت المعلومه دي مهمه قوي يعني بتقولها لي؟ جدا، فوق ما تتخيل. علشان خاطر في ناس بتغلط وتكتب الاكواد دي في مكان تاني والبرنامج ما يشتغلش. يبقى ده عباره عن end of constructor. طيب تمام، اذا كل الاكواد اللي احنا شرحناها فوق دي من اول set size لحد الاكشن listener، كل ده موجود داخل الكونستراكتور. يبقى مجرد ان حضرتك تكريت اوبجكت من الكلاس بتاعنا اللي اسمه exit demo، هيروح يعمل ايه؟ هيروح ينفذ كل الحاجات الموجوده في الكونستراكتور. هي set size ويحدد اللي اوت ويحدد طريقه الخروج، ويروح يكريت الكومبوننت بتاعتي اللي انا عايزها، ويروح يعمل لها اد باستخدام اللي اوت، واحده في النورث وواحده في الساوث، ويروح كمان يحدد الايفنت اللي حضرتك هتشتغل عليه. هو انا هشتغل على ايفنت خاص بايه؟ هشتغل على ايفنت خاص بالبوتن، والبوتن ده اسمه اكزيت بوتن. فبقول له اسم البوتن اكزيت بوتن دوت اد اكشن ليسنر. بأد اكشن ليسنر يعني ايه؟ هقول له ان انا عايزك تستنى لما اضغط على الزرار هيعمل حاجه. فبقول له اسم البوتن دوت اد اكشن ليسنر. واوعى تنسى حاجه مهمه جدا جدا جدا، بعد لما حضرتك بتخلص الكونستراكتور لازم بتشتغل على حاجه موجوده في يونت 7 اسمها الانر كلاس. الانر كلاس ده انا بخصصه لهدف واحد فقط، بتعمل فيه ايه؟ بكتب فيه الايفنت. هتقول لي طب وليه الكلام ده؟ ما اكتب الايفنت في نفس الكلاس. ما هو انا في نفس الكلاس، انا فعلا في نفس الكلاس، ولكن بداخل الكلاس بعمل كلاس برايفت. الكلاس ده بيسموه انر كلاس. يبقى القفله الاخيره اللي هي تحت خالص دي، دي عباره عن الاند اوف مين كلاس، الاند بتاعت الكلاس الرئيسي بتاعي. طب اسمه ايه؟ اسمه اكزيت ديمو، اهو اسمه اكزيت ديمو، صح كده؟ يبقى انا داخل الكلاس بتاعي الاساسي بتاعي اهو، زي ما انت شايف اهو، انا شغال داخل انر كلاس. ادي الانر كلاس بتاعي، ادي بدايته اهي، وادي نهايته، ده الاند اوف انر كلاس. طيب لحد الان تمام، يبقى انا كده داخل الكلاس الرئيسي هروح اعمل انر كلاس. يبقى انا عندي خطوتين مهمين جدا وانا شغال على الايفنت. الخطوه الاولى بربط الكومبوننت بتاعتي بالاكشن ليسنر، والكومبوننت بتاعتي كانت عباره عن بوتون. طيب متشكر، يبقى اقول له اكزيت بوتون دوت اد اكشن ليسنر، وهبعت مع الكونستراكتور بتاع الانر كلاس. هو الانر كلاس سميته ايه؟ زي ما انت عايز، هسميه شريف براحتي اهو، هسميه شريف واشتغل بيه باسم شريف، مفيش مشكله. هبعت معاه الكونستراكتور بتاع الكلاس اللي اسمه انر كلاس. ولكن في حاجه انت مجبر عليها، اذا كنت انا اعطيتك حريتك في انك انت تسمي الانر كلاس بتاعك بالاسم اللي حضرتك عايزه، لا انت لازم تخلي الكلاس ده
يimplement انترفيس محدد اسمه اكشن ليسنر. يبقى انت مجبر انك انت تخلي الكلاس اللي انت هتسميه اي اسم يimplement الانترفيس اللي اسمه اكشن ليسنر. طيب تمام، ومجبر على حاجه تانية. ايه هي؟ مش انت عندك انترفيس وانت عارف ان الانترفيس ده بيكون فيه مجموعه من الميثودز عباره عن هيدر للميثود فقط؟ ايوه، يبقى لازم اروح اعمل امبلمنت لنفس الميثود. ما تجيش تقول لي هعمل بابليك فويد وهقول له مثلا شريف فتحي، ما ينفعش. لا، اذا الميثود اللي هعمل لها عمليه امبلمنتيشن لازم يكون اسمها موجود في الاكشن ليسنر، بدليل تعال هعمل ميثود اسميها شريف فتحي. هيقول لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ الميثود اسمها صح، ولكن الكلاس ده ما ينفعش يروح يعمل امبلمنتيشن للاكشن ليسنر. هرجع للمثال تاني، ما ينفعش يروح يعمل امبلمنتيشن للاكشن ليسنر لان عندي ميثود انت ناسيها اسمها اكشن بيرفورمد. هو كاتب لك الكلام ده، يبقى لازم ارجع غصب عني مضطر واشتغل بمين؟ بالاكشن بيرفورمد ميثود. يبقى انا مضطر ان انا اختار الميثود دي زي ما هي اسمها اكشن بيرفورمد، وكمان لازم اروح اعمل امبلمنتيشن للانترفيس اللي اسمه اكشن ليسنر. ولكن انت حر في اسم الكلاس، سميه زي ما انت عايز. انا هنا سميته هاندل اكزيت وهستخدمه طبعا بنفس الاسم. يبقى الخطوه دي هي الخطوه الاولى، بروح اربط الزرار بالاكشن ليسنر، بقول له اسم الزرار بتاعي، اسم البوتون بتاعي دوت اد اكشن ليسنر، وافتح اقواس وابعت بارامتر عباره عن الكونستراكتور بتاع الايه الانر كلاس بتاعي. طيب تمام، يبقى تيجي حضرتك بعد لما تخلص الكونستراكتور، واوعى تنسى تكاريت الكلاس بتاعك اللي احنا اتفقنا عليه، بدليل لو انا جيت كده وعملت كات للكلام ده مش موجود. هيقول لي طب ماشي، انت ربطت لي الزرار بالاكشن ليسنر وقلت لي ادي الكونستراكتور بتاع الاكشن ليسنر، هو فين بقى الاكشن ليسنر؟ اهو هو ده الاكشن ليسنر اللي احنا بنتكلم عليه. طيب تمام، اذا عندي كلاس عباره عن انر كلاس بيمبلمنت الاكشن ليسنر اللي هو عباره عن الانترفيس، وادي الميثود اللي انا هكتبها زي ما هي. الكلام ده بعد لما فهمته تحفظه. الخطوه الاولى بربط الزرار بالاكشن ليسنر، بقول له اسم الزرار دوت اد اكشن ليسنر، وابعت معاه الكونستراكتور بتاع الانر كلاس. بعد كده بشتغل على الانر كلاس وبقول له بيمبلمنت الاكشن ليسنر عباره عن انترفيس، بداخل الانترفيس بامبلمنت ميثود بنفس الاسم بنفس الهيدر زي ما هي، ولكن انت حر وانت بتكريت الاكشن ايفنت هقول له مثلا اي اكس، هقول له اي اي زي ما انا عايز، مفيش اي مشكله خالص. طيب لحد الان تمام. هو سؤال بقى، لما حضرتك تضغط على الزرار عايزه يعمل ايه؟ اكتب بقى الكود اللي انت عايزه. عايزه اول حاجه يطلع لي مسج بوكس، يطلع لي مسج دايلوج. ايه المشكله؟ جي اوبشن بان دوت شو مسج دايلوج، وهيطلع فيها كلمه ويلكم، وبعد لما يطلع ويلكم يروح يعمل لي ايه؟ يروح يعمل لي اكزيت. طبعا هنا ما كانش ويلكم، ده كان تقريبا باي باي او جود باي، ما فيش اي مشكله خالص. زي ما احنا كان جود باي. طيب تمام، يبقى انا هعمل هنا حاجتين، هروح اعمل سيستم دوت اكزيت، هخرج من البرنامج، وقبل ما اخرج اطلع رساله اسمها مكتوب عليها جود باي. كليك يمين واقول له عايز اعمل ران للفايل، واروح اشغل البرنامج. هو ده البرنامج بعد الشرح. هقول له عايز اعمل اكزيت، هيخرج من البرنامج، ولكن في الاول هيطلع لي الشو مسج دايلوج، وهقول له اوكي. طيب لحد الان اعتقد كده احنا فهمنا الاجابه. ممكن بقى حضرتك تقول لي السؤال بيجي ازاي؟ حاضر، المسألة سهلة جدا، بيجيب لك سؤال زي ده، وادي الأكواد اللي احنا شرحناها بالتفصيل، ولكن في حاجة مهمة جدا كان لازم نقولها، إنك أنت بتيجي تحت خالص أهو، وبتروح تعمل المين ميثود بتاعتك. المين ميثود بتاعتك طبعا موجودة داخل الكلاس الرئيسي، المين كلاس بتاعي. المين ميثود طبعا دي اللي مسؤولة عن تشغيل البرنامج ككل. بشتغل بالطريقة ديت، ولكن في طريقة أسهل بكتير. بروح أكريت أوبجكت، لو سمحت اسم الكلاس إيه؟ اسمه إكزيت ديمو، بقول له إكزيت ديمو، وبعد كده بروح أكريت أي أوبجكت أنا عايزه، هقول له اسمه زيس كلاس مثلا بيكوال نيو إكزيت
ديمو. الكونستراكتور بتاع الكلاس بتاعي ما بياخدش بارامترز، وهقول له this class، وعايز اروح اعمل عملية visible للجي فريم بتاعي. عايز اروح اعمل عملية visible للجي فريم بتاعي، لاني لو نسيت الخطوة دي وجيت كده شغلت مش هيظهر لي حاجة. هروح اعمل run الفايل مش هيظهر لي حاجة. ليه؟ لان حضرتك ما عملتش visible للجي فريم بتاعك. عندي ميثود اسمها هقول له this class دوت، عندي ميثود اسمها set visible بتاخد ترو او فولس، طبعا هنا هتاخد ترو. اروح اشغل البرنامج، هيظهر لي الجي فريم زي ما انتم شايفين وعليه الكومبوننت بتاعته، وجاهز ان انا اضغط اكزت يعمل عمليه خروج. امال ايه السطر اللي انت عملته كومنت؟ هو السطرين دول، ولكن كتبه بطريقه تانية. راح قال له نيو اكزت ديمو دوت سيت فيزيبل بترو، هي ولكن انا هنا اشتغلت بطريقه اسهل، كريت اوبجكت وبعد كده اسم الاوبجكت دوت سيت فيزيبل بترو. هو هنا راح اشتغل على طول نيو اسم الكونستراكتور دوت اسم الميثود. الطريقه دي موجوده في الكتاب على فكره، ويعني بيشتغل بيها، ولكن طبعا احنا تعودنا على الطريقه السهله اللي تحت. تقدر تشتغل بدي او تقدر تشتغل بدي، مفيش اي مشكله خالص. طيب لحد الان اعتقد كده الفكره كده واضحه. لو جيت بقى عملت ران للفايل بتاعي، المفترض ان هو يشتغل بدون اي مشاكل. السؤال بيجي ازاي؟ حاضر، السؤال بيجي زي ما احنا اتفقنا، بيجيب لك يعني مجموعه من الاكواد زي ما انت شايف، وبيسالك عن جزء جزء. بيقول لك ايه الاكواد اللي فوق اللي انت فهمتها دي بتعمل ايه؟ درو اور ديسكرايب، روح اعمل لي عمليه وصف للي فوق ده. هو ده يعمل ايه؟ اكتب بقى اللي انت عايزه. والله ده عباره عن جي فريم، وفي ليبل مكتوب عليه بريس ذا اكزيت بوتون، وفي بوتون مكتوب عليها اكزيت. بمجرد الضغط على الاكزيت هيروح يعمل اكزيت من الايه؟ البرنامج. هو ده البرنامج. وعلى فكره هو استخدم لاي اوت، اللاي اوت دي باي ديفولت اسمها بوردر لاي اوت، هي الديفولت بتاعتي، ولكن عايز يحدد الكومبوننت، واحده في النورث والثانيه في الساوث. هتلاقي نفس الكلام اللي احنا قلناه موجود هنا اهو في الاجابه اللي هو قال لك عليها. رقم بي عايز ايه؟ add java statements to the above code so that when the button exit button، لما اضغط على البوتون ده هيروح يعمل ايه؟ يدسبلاي المسج اللي اسمها جود باي، مكتوب عليها جود باي، وبعد كده يروح يترمينيت البرنامج. يبقى هو عايز ايه؟ عايز الجزء الخاص بالانر كلاس مع السطر اللي هو ربط اللي بربط بيه ما بين البوتون والاكشن ليسنر. عايز الجزئين دول. ادي فعلا الاجابه، ادي الجزء بتاع الربط بربط ما بين البوتون والاكشن ليسنر، وادي الجزء بتاع الانر كلاس بتاعي اللي انا شرحته حالا. هو ده السؤال، اعتقد ما فيهوش اي مشكله خالص. ده بالنسبه للسؤال الاول، الحمد لله خلصناه، كان رقم 9. عايزين السؤال رقم 17. هنبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال رقم 17 برضو بيغطي نفس الأمثلة، الجرافيكال يوزر انترفيس مع الايفنت يونت 6 ويونت 7. عايزين نركز مع بعض. الكلاس بتاعي اسمه ماي فريم، هروح أدور على البرنامج على حاجة اسمها ماي فريم. فين ماي فريم؟ آدي ماي فريم، وأروح أشغل البرنامج، ويلا بينا نجرب البرنامج. هقول له عايز أعمل كليك يمين وران الفايل، واروح اشغل البرنامج. سمولر بيجر، ايه اللي انت لاحظته؟ عندي عباره عن بوكس، عباره عن ريكتانجل، عباره عن مستطيل، واقدر ان انا طبعا اكبر واصغر المستطيل ده. على فكره السؤال ده كان من اسئله امتحانات قديمه، السؤال ده برضو مهم. عمل الكلام ده ازاي؟ اول خطوه انت عارف، يلا بينا نشتغل على اول خطوه. اللايبرز بتاعتي السوينج دوت استريك والاي دبليو تي دوت استريك والاي دبليو تي دوت ايفنت. طيب لحد الان تمام. وبعد كده بيروح الكلاس بتاعي بيكستند من الجي فريم، عنده متغير عادي جدا سماه لينس، مفيش اي مشكله خالص، نوعه انتجر. وعندي تو بوتونز، واحد اسمه انكريز والتاني اسمه ديكريز زي ما انت شفت اهو. ده بيروح يعمل عملية decrease يعني بيقلل، وده بيروح يعمل عملية increase يعني بيزود. ولكن اللي مكتوب على البوتون لسه ما كتبتش،
انا كل ده بحاول ان انا اكاري تو ريفرنسز. الريفرنس الاول اسمه انكريز والريفرنس التاني اسمه ديكريز من الجي بوتن. طيب لحد الان تمام. عندي الكونستراكتور بتاعي، هروح اسيت تايتل، وطبعا شرحنا الفكره بتاعت سيت تايتل للجي فريم اهو، مكتوب عليه تيست مفيش مشكله. السيت سايز شرحناها، الابعاد بتاعت الجي فريم. اللاي اوت المره دي هيشتغل بلاي اوت اسمه فلو لاي اوت، في المثال اللي فات كان بيشتغل بالبوردر لاي اوت. الطريقه بتاعت الخروج الامن، بقول له سيت ديفولت كلوز اوبريشن اكزيت اون كلوز، او ممكن اقول له جي فريم جي فريم دوت اكزيت اون كلوز، مفيش اي مشكله خالص، تقدر تشتغل كده وتقدر تشتغل كده زي ما انت عايز. بيقول لك اول حاجه اللينس ب 50، يبقى اللينس اللي كان فوق لسه انا ما حطيتلوش اي قيمه، طبعا اكيد كان بزيرو، هيكون هنا بكام؟ ب 50. يبقى وانت بتروح تكاريت الكونستراكتور بتشتغل، اسف، بالكونستراكتور، بتروح تكاريت اوبجكت من الكلاس باستخدام الكونستراكتور، هيخلي اللينس بكام؟ ب 50. انت خلصت الديكريز والانكريز؟ لا طبعا، اهو يلا بينا نشتغل عليه. زي ما احنا قلنا انكريز بي ايكوال نيو جي بوتون، ديكريز بي ايكوال نيو جي بوتون زي ما اشتغلنا في المثال اللي فات. هكتب هنا بيجر وهكتب هنا سمولر، يبقى اوعى تتلخبط، الكتابه اللي مكتوبه جوه الكونستراكتور بتاع الجي بوتون هي اللي بتظهر لي على مين؟ على البوتون بتاعي اهو، هنا بيجر وهنا سمولر عشان خاطر ما حدش يتلخبط. امال ايه ده؟ لا ده الريفرنس بتاعه، الريفرنس اللي انا كريته من الكلاس اللي اسمه جي بوتون، اسمه انكريز اللي هو عباره عن البيجر، والديكريز اللي هو سمولر. طيب لحد الان تمام. تقدر بقى حضرتك تعمل لي اد، مش انت رحت عملت كرييت للكومبوننت بتاعتك؟ ايوه، ولكن انت حطيتها على الجي فريم؟ لا، كل ده انت ما حطيتهاش على الجي فريم. طب بتحطها ازاي؟ بطريقه سهله، بقول له اد واسم الريفرنس، اد واسم الريفرنس. ده المثال اللي فات حضرتك ما عملتش الكلام ده، والله عملت ولكن بشكل مختلف، لكن البورد اللي اوت بتاعي كان فلو، ولكن هنا فلو ولكن هناك بوردر. نرجع تاني للمثال، مش عايزين حد يتلخبط. ادي الاكزيت ديمو، انا جيت عملت اد محدش يتلخبط، اهو رحت عملت اد للليبل وعملت اد للبوتون، ولكن هنا باستخدام البوردر لي اوت، بقول له بوردر لي اوت دوت نورث، بوردر لي اوت دوت ساوث، والكلام ده مش موجود في الفلو، الكلام ده مش موجود في الفلو، فبعمل اد بشكل مباشر. نرجع بقى للمثال بتاعنا، اهو بعمل اد بشكل مباشر للديكريز والانكريز. طيب لحد الان تمام. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هو المثال ده انت عندك كام بوتون؟ عندي 2. يبقى عندك كام اكشن ليسنر؟ عندي 2، ولكن ممكن يكون عندك انر كلاس واحد وتربطه باكتر من بوتون، صح كده؟ هيكون عندك انر كلاس واحد مفيش مشكله، ولكن اقدر اشغله على اكتر من بوتون. يعني ايه؟ ممكن تشرح لي؟ حاضر. مش انت عندك اللي هو انكريز وديكريز اللي هم دول اللي مكتوب عليهم سمولر وبيجر؟ ايوه، عايز اربطهم بالاكشن ليسنر، كل الكلام ده اهو مفيش مشكله. طبعا انا شغال فين؟ اوعى تكون نسيت، بالله عليك، انا كل ده شغال داخل الكونستراكتور. يبقى ده عباره عن الاند اوف كونستراكتور. يبقى انا لما اجي افتح الكونستراكتور في حاجات مهمه لازم اعملها. ستارت اوف كونستراكتور، رحت حددت التايتل والسايز بتاع الجي فريم، حددت اللي اوت، اشتغلت بطريقه الخروج الامن سيت ديفولت كلوز اوبريشن اكزيت اون كلوز، يعني اطلع من الرامه. رحت اشتغلت باي حاجه انا عايزها بقى، اكواد انا عايز اضيفها، خليت اللينس اللي كان فوق بزيرو وخليته ب 50. رحت عملت كرييت للاوبجكتس بتاعتي اللي هي الجي بوتون الاول والجي بوتون الثاني اللي هو الديكريز والانكريز اهم، وكتبت عليهم بيجر وسمول، ورحت عملت اد للبوتونز دي على الجي فريم، واخر خطوه الخطوه بتاعت يونت 7 اللي هي بروح اربط البوتونز بتاعتي بمين؟ بالاكشن ليسنر. طب انت متوقع ايه؟ متوقع ان ماي هاندلر ده ماله؟ هو ده الانر كلاس بتاعي، اهو الانر كلاس بتاعك، تعالى كده الانر كلاس، واكيد بيكون برايفت. طيب في مشكله؟ لا لحد الان مفيش مشكله، ربطت الانكريز والديكريز التو بوتونز، ربطتهم بمين؟ بالاكشن ليسنر. ايه بقى الحته الجديده دي؟ ايه المشكله؟ عايز اعمل ميثود داخل الكلاس. خلصت الكونستراكتور، عايز اعمل ميثود جديده اسمها بينت.
نيو ميثود وهعمل فيها اللي انا عايزه. عايز تكتب فيها ايه؟ ما انت عارف قبل كده ان البينت بتاعه الجرافيكس في يونت 7 لما اروح ارسم داخل الجي فريم بتاعي اقدر ارسم مستطيل، ارسم مربع، ارسم دايره، اعمل اللي انا عايزه. بتعمل الكلام ده ازاي؟ بقول له بينت بنفس اسم الميثود واروح اناديها مره تانية علشان خاطر تجيب لي كل اكوادها، فبقول له سوبر دوت بينت وابعت معاها الريفرنس اللي انا كريته من الكلاس اللي انا هرسم بيه اللي اسمه جرافيكس. يبقى اقول له سوبر دوت بينت للجي، يعني ايه؟ ببعت معاها نفس الريفرنس اللي انا كريته من جرافيكس اللي هو الكلاس الخاص بالرسم. الميثود دي بتعمل ايه؟ زي ما انت عايز. انا هنا عايز اروح ارسم مربع، ارسم مستطيل، انا اللي بحدد الابعاد بتاعته. لينس ولينس يعني كام؟ 50 في 50 يبقى مربع. طب لو قلت لك لينس زائد مثلا 20 يبقى انا كده حولته لمستطيل، خليت يعني الطول اكبر من العرض او العرض اكبر من الطول، حولته لمستطيل. فبقول له لينس ولينس، هنا الويدز وهنا الهايت بتاع المستطيل بتاعي او بتاع المربع بتاعي، يبقى 50 في 50. طيب متشكر جدا. امال ليه 50 و80؟ ال 50 وال80 دي الابعاد اللي انت هتنطلق منها. يعني ايه؟ واحده واحده مع بعض. لو انا جيت كده قفلت الكلام ده وكليك يمين واروح اعمل ران الفايل، اللينس واللينس عبارة عن مربع 50 في 50، شكرا، او عبارة عن مستطيل ولكن 50 في 50، ماشي، لان انا هنا بقول له فيل ريكتانجل جي دوت فيل ريكتانجل، بروح اعمل عملية فيلينج لريكتانجل انا برسمه. يبقى برسم ريكتانجل واعمل له فيلينج، لان في عندي حاجة اسمها درو ريكت. درو ريكت بترسم مستطيل فقط من غير ما تعمل له فيلينج، بترسم الايه؟ الحدود بتاعته، البوردر بتاعته. طيب تمام، يبقى اللينس في اللينس 50 في 50. امال ليه 50 و80 دي؟ دي عبارة عن 50 دي البعد من اللفت وال80 دي البعد من التوب. يبقى 50 هنا و80 هنا، بحدد الاحداثيات بتاعة الريكتانجل بتاعي. طيب لحد الان تمام. اذا وظيفة البينت بتروح ترسم لي الريكتانجل. لو سمحت انت بعدتنا عن الموضوع الاساسي. لا والله ده موجود في السؤال. بروح اعمل رسمة للمستطيل 50 في 50 والابعاد بتاعته 50 من ناحية الاكس و80 من ناحية الواي اللي هي التوب. طيب تمام، ولكن انت ناسي حاجة. ايه هي؟ انت فاضل لك الجزء الثاني مش الجزء الاول. انت قلت لي بروح اربط البوتونز بالاكشن لسنر. ايوه، فاضل الجزء بتاع الانر كلاس. انا جاي لي حالا اهو الانر كلاس بتاعي. الانر كلاس ده بقى مش للحفظ، الانر كلاس ده بيختلف من برنامج لبرنامج. ليه؟ لان سعادتك لما تيجي تشغل البرنامج كليك يمين وقول له ران للفايل، كل برنامج وليه نظام. في المثال اللي فات لما كنت بضغط على زرار كان بيعمل اكزت ويطلع لي رساله. امال انت هنا محتاج ايه؟ محتاج الرسمه اللي انت رسمتها تعمل لها عمليه ري بينت. يعني ايه ري بينت؟ يعني اعاده رسم ولكن بابعاد مختلفه. يعني ايه الكلام ده؟ هنفهم حالا. يبقى انا كده فهمت ان الانر كلاس هنا ليه وظيفه مختلفه. لما اضغط على الزرار ده يعمل حاجه ولما اضغط على الزرار ده يعمل حاجه. طب مش انت ربطتهم بنفس الانر كلاس؟ ايوه، ولكن ده هيعمل حاجه وده هيعمل حاجه. هتعمل الكلام ده ازاي؟ هقول له اسم الانر كلاس بتاعي اللي اسمه ماي هاندلر اهو، ده بي امبلمنت الاكشن ليسنر، وبداخل الاكشن ليسنر بتاعتي اللي هي الانترفيس بتاعتي انا عندي ميثود اسمها اكشن بيرفورمد، بروح اعمل لها عمليه امبلمنتيشن، بعيد صياغه الاكواد بتاعتها، او بمعنى اصح بكتب الاكواد بتاعتها من جديد، لان الانترفيس ده بيكون فيه مجرد الهيدر فقط بتاعت الميثودز. طب ادي الهيدر، ممكن حضرتك تكتب لي الاكواد؟ حاضر. الاكواد عباره عن ايه؟ مش احنا اتفقنا ان انا عندي هنا داخل الاكشن بيرفورمد عندي هنا باخد بارامتر او باخد ارجيومنت عباره عن ريفرنس من الاكشن ايفنت، وقلت لك سميه اي اسم، هسميه اي، هسميه اي اكس زي ما انت عايز. انا هنا هسميه اكشن ايفنت يعني اي، وهاجي اقول له والله لو رحت لقيت ان الاي اي دوت جيت سورس، حلو قوي الجيت سورس ديت. الجيت سورس دي عباره عن ميثود الهدف منها باجيت السورس، يعني باجيت اسم الزرار اللي انت ضغطت عليه، السورس بتاعك.
هو انت ضغطت على ايه؟ انا ضغطت على increase. يبقى لو رحت لقيت ان ال ae.getSource لو حضرتك ضغطت على ال increase يبقى انت عايز تزود، روح زود لي على اللينس، خلي لي اللينس بي ايكوال لينس زائد 10. يبقى لينس بلس ايكوال 10 هي لينس بي ايكوال لينس زائد 10. ممكن تكتبها بالطريقه ديت اهو، ممكن اقول له لينس بي ايكوال لينس زائد 10، يعني زود لي على اللينس 10، هي ولكن انا هشتغل بطريقه اللينس بلس ايكوال 10 يعني كشغل افضل يعني. يبقى لينس بلس ايكوال 10 في حاله ان السورس هيكون انكريز. طب هو انت عندك سورس تاني؟ ايوه، اللي هو ايه؟ الديكريز اللي هو الالس. يبقى لو كان الس روح نقص لي من اللينس 10. هي اللينس دي انت حاططها فين؟ انا حطيتها في الايه؟ في البينت. فاكر البينت؟ ايوه، رحت عملت لينس للويدز ولينس لمين؟ للهايت. بدل ما يكتب قيم يعني الطبيعي يقول له والله انا عايز هنا مثلا المربع بتاعي يكون 80 في 80، هو عايز كده. ولو جيت اشغل البرنامج بتاعي هتفضل شغاله معايا 80 في 80، تكبر تصغر مش هتستجيب لك. ليه؟ لانك انت حطيت قيمه ثابته. طب ما تحطش قيمه ثابته وحط قيمه متغير، والمتغير ده قابل للتغيير. يبقى هروح اعمل لينس ولينس. لو رحت لقيت ان السورس بتاعك انكريز، يعني سعادتك ضغطت على الزرار اللي مكتوب عليه، مكتوب عليه ايه؟ انكريز؟ لا طبعا، مكتوب عليه بيجر، ولكن الاوبجكت بتاعه اسمه انكريز. انا بشتغل هنا بالاوبجكت، مش بشتغل باسم الزرار. ده اسم البوتون بيطلع لمين؟ بيطلع لليوزر. انا ما يهمنيش، انا بروجرامر. بقول له لو انا كبروجرامر الزرار اللي هو انكريز رحت ضغطت عليه زود لي اللينس بتاع الريكتانجل. طيب ولو ما كانش هو يبقى غيره، يبقى الالس روح نقص لي من اللينس. وبعد كده روح اعمل عمليه تري بينت. يعني ايه؟ يعني نادي الميثود دي تاني. مش الميثود دي كانت بترسم لك ريكتانجل؟ ايوه، روح ارسمها تاني ولكن بالابعاد المختلفه. يعني ايه؟ 50 80 لينس زائد 10 ولينس زائد 10. طب في الالس هيبقى 50 80 لينس ناقص 10 ولينس ناقص 10. اعتقد كده المساله واضحه. وهنا طبعا نفس الاكواد اللي احنا شرحناها في المين ميثود، بكريت اوبجكت واقول له اسم الاوبجكت ده دوت سيت فيزيبل بترو. يبقى احنا كده فهمنا الهدف من عفوا، احنا كده فهمنا الهدف من السؤال ده. يلا بينا بقى نروح نشوف السؤال عباره عن ايه. زي ما احنا اتفقنا بيجيب لك سؤال، ادي السؤال رقم 17، بيقول لك the following code represents a skeleton of the class my frame. يعني الكود ده بيريبريزنت السكيلتون بتاع الاكواد، يعني بتاعت الكلاس اللي اسمه ماي فريم. ده عباره عن اكواد لسه انا ما خلصتهاش. تمام. an illustration is given beside the code to show the design، عشان خاطر اظهر لك فكره الديزاين ده. عملت لك حاجه اسمها بيجر وعملت لك حاجه اسمها سمولر، بمجرد الضغط عليها بيروح يعمل ايه؟ بيروح يعني يعدل في السايز بتاع البلاك سكوير اللي هو عمل لك عليه او جاب لك الاكواد بتاعته جاهزه. فانت مجرد انك انت هتكتب الكود بتاع الاكشن ليسنر والكود بتاع الايه؟ الانر كلاس بتاعك. طيب كل الكلام ده هو بيبدا ان هو يشرح وبيحدد لك يعني ايه لينس، بيحدد لك السمولر والبيجر والكلام اللي احنا قلناه وعليه 19 درجه. وبدا يشرح لك بيقول لك في الجزء رقم A انا عايزك تعمل كذا، والجزء رقم B عايزك تعمل كذا، والجزء رقم C عايزك تعمل كذا. اذا الفكره كلها ان هو ممكن يجيب لك سؤال زي كده، والسؤال ده مقسم لاجزاء A و B و C. طب ما تيجي نشوف A و B و C عباره عن ايه. ادي الكود اللي احنا شرحناه بالتفصيل، ولكن ناقصه جزء A وناقصه جزء في B وناقصه جزء في C. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. مش ده الكيرلي براكت بتاع الكونستراكتور؟ وده الكيرلي براكت بتاع الكونستراكتور؟ ايوه. يعني انت قفلت الكونستراكتور؟ ايوه. يبقى وارد ان انت هنا المفترض تشتغل على مين؟ على طول تشتغل على الانر كلاس. هقول لك لا، لان الانر كلاس هو عمله.
يبقى هنا واضح في البي هنا محتاج البينت ميثود اللي انت هترسم بيها ريكتانجل، ومحتاج منك الكود بالكامل بتاع الانر كلاس اللي هو في سي. طيب وهنا محتاج بقى الاكواد بتاعت الايه التو بوتونز اللي عندي، وهل عندك ليبل ولا لا؟ تعال نشوف دلوقتي. ما عنديش ليبلز، محتاج تو بوتونز فقط. يبقى انا كده في السؤال بتاعي لو انا جيت كده بقى قريت، انا كده فهمت الدنيا ماشيه ازاي. نروح بقى نفهم A و B و C طالب ايه. في A بيقول لك add code at A in order to، علشان خاطر match the shown designer او design، عايزك تعمل الديزاين اللي احنا شفناه عباره عن تو بوتونز. وخلي بالك عندك اللينس بتاعك هيكون بكام؟ ب50 زي ما احنا اتفقنا. هنخليه الاول لينس عادي هيكون بزيرو مثلا، وبعد كده وانا بشتغل بالكونستراكتور هخليه بكام؟ ب50. اتاتش بوث بوتونز، عايزك بقى تبدا انك انت تحط البوتونز بتاعتك على الجي فريم وتبدا انك انت تشتغل. ده رقم A. رقم B هتبدا تشتغل على الميثود اللي اسمها بينت اللي احنا شرحناها بالتفصيل. رقم C هتبدا بقى تشتغل على الايه الجيت سورس. هو هنا بيحاول يساعدك يعني بجيت السورس علشان خاطر اعرف انه بوتون انا ضغطت عليه، وهشتغل من خلال الاكشن ليسنر طبعا، والاكشن ايفنت هتساعدني ان انا هجيت السورس فهقول له AE دوت جيت سورس. ال AE عباره عن ريفرنس من الاكشن ايفنت كلاس. يعني اعتقد السؤال مش محتاج شرح اكتر من كده. يلا بينا نشرح السؤال اللي بعديه، ولكن في حاجه مهمه مهمه جدا لازم تقرا السؤال بالكامل. هو هنا بيحدد لك الحاجات اللي انت هتشتغل عليها. التايتل تيست يبقى لازم تخليه تيست. السايز 200 في 200 يبقى لازم وانت شغال في الكود تلتزم بالحاجات دي اهو. التايتل تيست والسايز 200 في 200، اللي اوت هل هو حدده؟ هو ده اللي احنا هنعرف. وقال لك حاجه مهمه جدا، كلوز بوتون تيرمينيتس بروجرام. الزرار ده بيترمينيت البروجرام، يعني ايه؟ اهو سيت ديفولت كلوز اوبريشن، يعني كل الحاجات اللي هو عايزها منك بيطلبها منك زي ما جاء في التي ام اي. خلي بالك التي ام اي مهم جدا جدا، وده سؤال اشبه بالتي ام اي. هنا بالنسبه للبلاك بوكس ده او الريكتانجل اللي هو الاسود ده، السكوير ده ماله؟ بيقول لك توب ليفت كورنر اوف is located at 50 في 80. يبقى خلي بالك وانت بتحدد اللوكيشن بتاعه تقول له 50 في 80 اهو. فين البينت؟ ادي البينت. هروح اعمل فيل ريكتانجل 50 في كام؟ في 80. 50 من الليفت و80 من التوب، 50 اكس و80 واي. طيب لحد الان تمام. وبدا يقول لك خلي بالك ان اللينس بتاعه بتاع التو سايدز بتاعته بتاعت الويدز والهايت هيكون عباره عن لينس. هو هنا بيساعدك علشان تكتب اللينس هنا وتكتب اللينس هنا. طيب اعتقد كده السؤال كده واضح. نقدر بقى نشتغل على طبعا ده الحل بتاعه. نقدر نشتغل على السؤال رقم 18 برضه في نفس الموضوع. السؤال بقى رقم 18 اسهل مما تتخيل، ما فيهوش اي حاجه خالص. عندي كلاس، الكلاس ده اسمه جي يو اي. يبقى هروح على الجي يو اي، هو ده الجي يو اي بتاعي اهو. كليك يمين وقول له عايز اعمل ران الفايل. زي ما انت شايف عباره عن مساله. المساله دي الكويستشن رقم 1، 5 و5 كام؟ 10. شكرا ترو. طيب 9 ناقص 6 3، 7 لا طبعا يبقى فولس. عباره عن مساله وانت تكتب يا ترو يا فولس. 5 و5 10 ترو، 9 ناقص 6 بيساوي 7 لا فولس. هقول له ايفالويت يطلع لي كوريكت. طب هقول له لا هجاوب غلط يطلع لي رونج. يبقى انا هعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا المساله ان شاء الله سهله جدا. ادي اللايبرز بتاعتي، الكلاس بتاعي باكستند الجي فريم. هروح اشتغل على تو جي ليبل، واحد كويستشن 1 والتاني كويستشن 2. عندي جي راديو بوتون اللي هو الشكل اللي انت شايفه ده، بيسموه راديو بوتون. ده وده اسمه راديو بوتون. عندي اربعه طبعا، 2 و2، كويستشن 1 ترو وكويستشن 1 فولس، وكذلك بالنسبه لكويستشن 2 ترو فولس. وعندي بوتون اللي هو ده هكتب عليه ايفالويت، ولكن انا هشتغل بالكود اللي اسمه هنا اسمه ريزلت. يبقى ده اسمه بالنسبه لي ريزلت، ولكن مكتوب عليه ايفالويت. ده المطلوب رقم 1، وده المطلوب رقم 2، وده المطلوب رقم 3.
وده المطلوب رقم 4، طالب منك 4 حاجات. رقم 1، الأول قبل ما أشرح رقم 1، طبعا لازم تكون عملت كرييت للحاجات دي، اللي هو ليبل و4 راديو بوتون و1 جي بوتون. انت هتشتغل ازاي؟ علشان خاطر تشتغل بالراديو بوتون ما ينفعش تشتغل كده وخلاص. امال بتعمل ايه؟ بتروح تحدد الراديو بوتون بتاعتك في جروب. يعني ايه؟ لو انا افترضت ان هو هنا بيسألك عن الجندر بتاعك، هل انت ميل ولا فيميل؟ هتقول له والله انا ميل، يبقى الجزء ده ملوش علاقة باللي تحت، يبقى ده هعمله في جروب وده هعمله في جروب تاني. وليكن مثلا بيسألك عن المادة اللي انت بتدرسها معايا حالا، هل هي M255 ولا M257؟ هقول له لا والله M255 مثلا او M257، يبقى بحدد اختيار واحد من الاتنين. هل انت ملاحظ حاجة؟ ايوة، الشغل هنا ملوش علاقة بالشغل اللي فوق. اذا انت كده ما عندكش 4 راديو بوتون، انت عندك 2 و2. فهمت كده الفكرة؟ دول في جروب ودول في جروب تاني خالص. علشان كده عندك حاجة اسمها بوتون جروب، بروح اكريتها بقول له ده البوتون جروب الاولاني وده البوتون جروب التاني، كويستشن 1 وكويستشن 2. وبعد كده ببدأ اشتغل داخل بقى الكونستراكتور، بعمل السايز بتاعي وبحدد اللي اوت بتاعي عادي جدا، وابدأ بقى اشتغل عادي جدا مفيش اي مشكلة خالص. طبعا هنا سيت ديفولت كلوز اوبريشن، مفيش اي مشكلة خالص داخل الكونستراكتور. ممكن بقى تعمل لي الليبل الاول، ايه المشكله؟ question 1 بي ايكوال نيو جي ليبل، كان اسمه فعلا question 1 اهو q1، واكتب اللي انا عايزه ما بين string علشان خاطر يطلع لي. وادي الليبل الثاني. وبعد كده عندي كام راديو بوتون؟ اتفقنا 4، 2 و2. ادي الاولاني وادي الثاني والثالث والرابع، واحد هكتب عليه true وبعد كده false، true وfalse. طبعا اهم حاجة اسمائهم اللي انت اشتغلت بيها زي اللي هي موجودة فوق اهي، تمام؟ طيب لحد الان انا كده عملت كريت للكمبوننت بتاعتي. يلا بينا بقى، فاضل خطوة مهمة جدا، لازم تروح تحط الراديو بوتون في الجروب. لازم احط الراديو بوتون في الجروب، فهكريت الجروب. ادي الجروب الاول بتاعي بي ايكوال نيو بوتون جروب، وادي الجروب التاني بتاعي. هروح احط في الجروب الاول اول 2 راديو بوتون بتاع question 1 وبتاع question 1، الترو والفولس. نفس الكلام هروح اعمله في الجروب التاني، هروح اقول له عايز اعمل اد في الجروب التاني، البوتون الاول، الجي بوتون الاول والجي بوتون التاني، اللي هو question 1 سوري question 2 ترو و question 2 فولس. هعمل الكلام ده من خلال الايه، هقول له اسم الجروب دوت اد، وهنا برضو اسم الجروب بتاعي دوت اد، وبروح اد داخل الجروب البوتونز بتاعتي. يبقى انا كده جاهز. فاضل لك ايه؟ فاضل لك حاجات بسيطه جدا جدا. ايه هي؟ اوعى تنسى داخل الكونستراكتور تربط لي الكلام بتاع الايفنت، اللي هو ايه؟ عباره عن حاجتين، الاكشن ليسنر خلصنا، وبعدين تروح تشتغل على الانر كلاس بتاعك. هو ده الانر كلاس اللي هو طالبه منك في السؤال رقم 4. هقول له انر كلاس بتاعي، يبقى انا هنا بشتغل على الايفنت. اول حاجه بروح اربط البوتون اللي انا عايزه، اللي هو مين؟ اللي هو ايفالويت، اللي هو عباره عن كان اسمه ايه، كان مكتوب عليه ايفالويت، ولكن انا بستخدمه في الكود باسم ريزلت. بقول له ريزلت دوت اد اكشن ليسنر، وبحدد الانر كلاس بتاعي. ادي بقى الانر كلاس بتاعك اهو، وابدا اكتب فيه الكود اللي احنا هنشرحه حالا، ما فيهوش اي حاجه ان شاء الله. ولكن انت ناسي حاجه، ولكن طبعا الترتيب هنا يعني كان يفضل في السؤال يعمل اد للحاجات دي قبل الخطوة دي، يعني لو كان عايز يشتغل بشيء من التنظيم. انت رحت عملت لي اد للبوتون داخل الجروب، ممكن بقى تعمل لي اد لكل حاجة؟ حاضر، عملت لك اد لكل حاجة موجودة عندك، اللي هي عبارة عن البوتونز، وعبارة عن مين؟ البوتونز، وعبارة عن الجي بوتون والبوتون. الجي بوتون عندك 4 اهو، 4 1 2 3 4، بالاضافه للبوتون يبقى 5، بالاضافه للتو ليبل يبقى كام؟ يبقى 7. ادي 1 2 3 1 2 4 6 7. يبقى انا كده فعلا عملت اد للكومبوننت بتاعتي. عملت لها اد فين؟ على الجي فريم. امال ايه اللي انت عملته ده؟ لا اوعى تلخبط، ده انا كده عملت جروبز وحطيت الجي بوتون داخل الجروب، مش عايزك تتلخبط ما بين الخطوه ديت والخطوه اللي بعدها. الخطوه دي كريت الجروب الاول وكريت الجروب الثاني،
حطيت الجي بوتون داخل الجروبز، شكرا. امال ده بروح بقى احط الكومبوننت بتاعتي على الجي فريم، بحط الكومبوننت بتاعتي كلها، الليبلز بقى والبوتونز وكل حاجة والجي بوتونز وكله. طيب لحد الان تمام. فاضل بقى الخطوة الاخيرة بتاعت الانر كلاس، وان شاء الله هتكون سهلة جدا 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 بناء على اللي انت فهمته مني. اسم الكلاس اهو الانر كلاس بتاعي، ببعته وانا بربط ما بين البوتون والاكشن لسنر، اهو اسمه ماي هاندلر، بي امبلمنت الاكشن لسنر، وعندي ميثود لازم اشتغل بيها اسمها اكشن بيرفورمد، بتاخد اي اي او اي مش مشكله من الكلاس اللي اسمه اكشن ايفنت. طيب لحد الان تمام. هو انت عايز ايه؟ تعال نرجع للسؤال بتاعنا. انا عايز لما اجي اشغل البرنامج اهو، لو اخترت يبقى بعمل سيلكت، لو اخترت ده واخترت ده وضغطت على الزرار يطلع لي كوريكت، طب إلس يعني اخترت حاجات غلط يطلع لي رونج. طب انا اعرف منين اذا كنت انت مثلا اخترت ده او ده؟ انا عارف ان في البوتونز في المثال اللي فات كنت بشتغل على ميثود اسمها جيت سورس. هدي لك حاجه سهله تساعدك، اسمها جيت، اسمها از سيلكتد. يبقى ايه سيلكتد في الجي راديو بوتون؟ هي الجيت سورس بتاعت البوتون. علشان اعرف حضرتك اخترت ايه بشتغل بالايز سيلكتد، فبقول له والله لو رحت لقيت ان اليوزر اختار question 1 true dot is selected و question 2 false dot is selected، يعني اختار الراديو بوتون ده واختار الراديو بوتون ده، يبقى اكيد هو اجابته صح. هروح اطلع له مسج بوكس واقول له كوريكت، إلس يبقى هو اختار اي حاجه تانية، يعني ما اختارش التو جي راديو بوتونز دول، لا ده اختار حاجه تانية خالص، يبقى اي اختيار هيكون رونج لاني ما عنديش غير اختيار واحد فقط صح. الاولى اللي هي كويستشن 1 ترو دوت سيلكتد والكويستشن 2 فولس دوت سيلكتد، مالهم الاثنين دول؟ لو انت اخترتهم وضغطت على البوتون يطلع لي مين؟ يطلع لي كوريكت اهو. طب إلس تعال اختار اي حاجه، يعني عدل في اللي فوق. هروح اختار اكيد هيطلع لي مين؟ هيطلع لي رونج. يبقى احنا كده استفدنا بحاجه مهمه جدا اسمها از سيلكتد في الجي راديو بوتون والجيت سورس في البوتونز. لو انا حبيت اشتغل على البوتون زي ما احنا شفنا اقدر اعمل عمليه تكبير وتصغير للريكتانجل. اعتقد كده المساله كده واضحه ما فيهاش اي مشكله خالص. تقدر بقى تروح تقرا السؤال زي ما اتعودنا، اقرا السؤال بيقول لك السؤال ده عليه 17 درجه، بيجيب لك الاكواد اللي انت شايفها ولكن في حاجات ناقصه، هنا فاضل حاجه وهنا فاضل حاجه وتلاته واربعه، طالب منك اربع طلبات عليهم 17 درجه. بعد لما فهمت تقدر بقى تجاوب معايا. بيقول لك دروز اوتبوت، بالله عليك محتاج انك انت يعني تعمل اي حاجه في الاوتبوت؟ ارسم الاوتبوت اهو زي ما انت شايف حتى ولو بشكل كروكي. دي الانسر عباره عن تو ليبلز اهم واربعه راديو بوتون، كل اتنين في جروب، وعندي بوتون، البوتون ده بمجرد الضغط عليه بيروح يعمل عمليه ايفالويت، بيعرف اذا كانت الاجابه بتاعتك كوريكت ولا مش كوريكت ولا رونج. طيب لحد الان تمام. ادي السؤال رقم بي واجابته والسؤال رقم سي واجابته ودي، اعتقد كده بقى المساله سهله. هنا مثلا بيطلب منك ايه؟ In the above code clicking on the close window icon، يعني مش محتاجة ان انا اشرحها، الجزء بتاع ال ايه؟ ال set default close operation. طب وهنا بيقول لك خلي بالك ان الترو والفولس والكلام ده محتاج انك انت تحطهم في اللوكيشنز الصح بتاعهم، ومحتاج انك انت تكريت جروب، فادي الجروبز اللي انت هتكريتها. اعرف حاجة مهمة جدا، طالما جاب لك في الامتحان جي راديو بوتون مهم جدا تروح تدور على الجروب، في جروب ولا لا؟ لازم الجي راديو بوتون تتحط في جروب، مهم جدا جدا. هبدا كريت الجروب وابدا ان انا اعمل ايه؟ اهو كريت الجروبز بتاعتي وعملت اد للبوتونز بتاعتي او الجي بوتون، الجي راديو بوتون داخل الجروبز. هنا بيسالك بقى على الانر كلاس والاكشن ليسنر، ادي الانر كلاس والاكشن ليسنر اهو، رحت ربطت ما بين الزرار بتاعي الوحيد اللي بيعمل لي ايفالويت، اللي مكتوب عليه ايفالويت ولكن هو ريزلت صح كده، وهنا كان مكتوب عليه حاجه تانية مش مشكله، مكتوب عليه شو ريزلت مش مشكله، بقول له ريزلت دوت اد اكشن لسنر، وطبعا الانر كلاس بتاعي
ادي الانر كلاس اللي احنا شرحناه، ده كان الخطوة رقم 4 طالبها منك. اعتقد كده المسألة سهلة، مفيش اي مشكلة خالص. يبقى احنا حلينا 9 و7 و18. ايه رأيك كمان نحل السؤال رقم 22؟ وهتلاقيه سؤال سهل جدا مفهوش اي حاجة بإذن الله. السؤال رقم 22 بكل بساطة عايزك تعمل برنامج. البرنامج ده بيحول درجة حرارة، الدرجة اسمها درجة حرارة مئوية يعني سيلزياس، وبيحولها لفرهنهايت. يبقى هو عايز يحول من سيلزياس لفرهنهايت. طب ايه المشكلة؟ يبقى لازم يجيب لك القانون اللي يحول لك. طب لو ما جابلكش القانون يبقى انت مش مطالب بالجزء بتاع الانر كلاس ده. ليه؟ لانك مش هتعرف تكتب الكود. انا ازاي هكتب كود يحول من السلسياس للفرنهايت، من درجة حرارة للتانية؟ يبقى انا لازم اقرا السؤال كويس واعرف هو طالب مني اكشن ليسنر ولا لا، طالب مني انر كلاس ولا لا. طيب تمام، ادي السؤال. هروح اشتغل على التمبريتشر، كان اسمه تمب كونفرجن اهو. لو رحت فتحته، طبعا هنا في كومنت اقدر ان انا اشيله، مفيش اي مشكلة خالص، ولكن انا دورت ولقيت لك القانون. درجة الحرارة الفرهنهايت عبارة عن السلزياس مضروبة في 8 مجموعة على 32. يبقى الفرهنهايت عبارة عن السلزياس مضروبة في 1.8 زائد 32. طبعا القانون ده لو هو ما جابهوش يبقى هو مش محتاج انك انت تشتغل بالانر كلاس. طبعا هروح اعمل امبورت لللايبرز بتاعتي، ده كومنت مش مهم. ادي اللايبرز بتاعتي، عندي كلاس بي اكستند من الجي فريم علشان اشتغل بالجي فريم، وعندي بقى مجموعه من الكومبوننت، جي بوتون على تكست فيلد على جي ليبل. طبعا لازم يكون في تكست فيلد اهو، علشان مثلا لو جيت كتبت 1 ورحت عملت كونفرت من فرنهايت لسيلزياس لازم يطلع 33.8. عايز تتأكد تعال نروح على طبعا انا عندي هنا اوف لاين ما عنديش انترنت، ولكن نروح على الانترنت وروح اعمل عملية. يعني تعال نحاول كده نجرب. هروح على جوجل مثلا، بس الاول افتح الكونكشن. للاسف مفيش كونكشن. طيب مفيش اي مشكله خالص، كل اللي انت هتعمله هتروح على جوجل وتقول له عايز اروح اكونفرت من سيلزياس لفرنهايت، وروح اكتب 1 في السيلزياس هتلاقي الفرنهايت كام، او اسف اكتب 1 في الفرنهايت، 1 في السيلزياس هتلاقي الفرنهايت 33.8. طيب لحد الان تمام، واحنا هنستخدم القانون اللي احنا قلنا عليه فوق. اول حاجة بيروح يكاريت البوتون والتكست فيلد والجي ليبل، واتفقنا ان التكست فيلد علشان خاطر اكتب فيه القيمة اهو، ده التكست فيلد بتاعي، وهنا عندي بوتون وادي الليبل بتاعي. يبقى عندي بوتون وتكست فيلد وليبل. بعد كده هروح اشتغل على مين، على الكونستراكتور. هروح اعمل عملية الايه، الفريم بروبرتيز، يعني ايه، هجهز بقى الفريم بتاعي، التايتل بتاعي، السايز بتاع الجي فريم، وكمان طريقة الكلوز، ازاي اروح اعمل كلوز للبرنامج بتاعي، واللي اوت اهو. اعتقد المسألة بقى خلاص اتحفظت. وبعد كده هبدأ بقى كاريت الايه، الشغل بتاعي. انا عندي بوتون فبقول له اسم البوتون اللي انا اشتغلت بيه اسمه ايه، تو اف اي اتش، تو فرنايت يعني، بي ايكوال نيو جي بوتون. السيل اللي هي عبارة عن سيلزياس بي ايكوال نيو جي تكست فيلد، وهيكون 10. يعني 10 اقدر اكتب هنا 10 كاركتر، كليك يمين وران للفايل، اقدر اكتب 10 كاركتر فقط. تعالى كده هقول له 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واكتب رقم مثلا 11. ده هنا بيكتب حاجات كثيرة جدا زي ما انت شايف اهو. طب اكتب 5، وبيكتب فعلا، ولكن هنا هيقبل منك 10 فقط، يعني هيقبل منك هنا فقط في التكست فيلد 10 فقط. لو انا كتبت ارقام كتيرة هيقبلها،
ولكن هياخد اول 10 فقط. طيب تمام، ما يهمنيش، انا كل اللي يهمني اكتب رقم مثلا صغير او كبير، هكتب مثلا 10 واروح اعمل لها كونفرت، هو ده اللي يهمني، هكتب مثلا رقم مكون من 2 ديجيت او 3 ديجيت، مفيش اي مشكلة خالص. يعني اقصى درجة هي درجة 100 مئوية هتتحول ل 210 فهرنهايت. يعني اعتقد بقى المسائل دي فهموها اكتر الناس بتاعت كلية علوم، مفيش اي مشكلة خالص. انا رحت كريت البوتون وكريت الفيلد بتاعي، وبعد كده رحت كريت الليبل. يبقى البوتون هكتب عليه كونفرت تو فرنايت، اهو ادي البوتون هكتب عليه كونفرت تو فرنايت، والتكست فيلد ب10. وهو ممكن يطلب منك يقول لك والله انا عايز التكست فيلد يكون يعني الماكسيمم لينس بتاعه يكون مثلا 50 60 5 زي ما هو عايز. والليبل اهو كتبت عليه ريزلت، مفيش اي مشكلة خالص. فاضل الخطوة بتاعت الاد، هروح اعمل اد للجي او اي اليمنتس على الجي فريم، هروح اعمل اد للبوتون والتكست فيلد بتاعي والليبل، عملت اد للتلاتة مع بعض. طيب لحد الان اعتقد كده الفكرة واضحة. الخطوة بقى بتاعت اللينك، بروح اربط ما بين البوتون وما بين الاكشن ليسنر. فاضل الخطوة المهمة وهي خطوة الانر كلاس بتاعي. الانر كلاس بتاعي انا هنا سميته بوتون ووشر لاني اشتغلت هنا بالبوتون ووشر. طيب تمام، وبعد كده بيمبلمنت الاكشن ليسنر واروح اشتغل على الاكشن بيرفورمنت. الاكشن بيرفورمنت سهله جدا، كل فكرتها كالتالي. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجي اخد القيمه اللي كتبها اليوزر في التكست فيلد واحولها لدبل. هتقول لي ليه؟ ما انت ممكن تشتغل على طول. هقول لك ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان القيمه اللي موجوده في التكست فيلد هتكون قيمه سترينج. اي قيمه موجوده في التكست فيلد هتكون قيمه سترينج، يبقى انت لازم تحولها لدبل او انتجر او فلوت علشان اقدر اجمع واضرب واطرح، اقدر اشتغل بالمعادله ديت. وعلى فكره الجزء ده مش مطلوب منك، الجزء ده مش مطلوب في السؤال، ولكن هشرحه لك علشان لو جالك مساله مثلا فيها ضرب او جمع او طرح. هقول له دبل اكس بيكوال دبل دوت بارس دبل، يبقى انا اللي هروح احوله هخزنه في متغير اسمه اكس. هتحول ايه؟ هحول اللي انا هعمل له جيت. يبقى هقول له سي اي ال اللي هو اسم التكست فيلد بتاعي اللي هو الريفرنس اللي انا كريته من الجي تكست فيلد دوت جيت تكست. لو سمحت روح هات لي التكست اللي مكتوب هنا، وبعد كده حوله لدبل باستخدام البارس دبل. يبقى تاني هروح اجيت التكست بتاع التكست فيلد باستخدام اسم الاوبجكت دوت اسم الميثود، وهروح احول الكلام ده من خلال دبل دوت بارس دبل، هحوله لدبل واخزنه في متغير اسمه اكس. شكرا، مش محتاج منك اكتر من كده. واستخدم القانون، الاكس عباره عن الاكس مضروبه في 1.8 زائد 32. بكتب القانون اللي هو هيدوني ده لو هو عطاهولك. فاضل ايه؟ اظهر الكلام ده فين؟ اظهره في الليبل. طب ممكن اسال سؤال، هو انت لما كنت بتجيب التكست كنت بتعمل ايه؟ بروح اعمل جيت للتكست. طب ولما كنت بتحط تكست؟ بقول له سيت تكست. يبقى هجيت التكست من التكست فيلد وهست تكست في الليبل. فهمنا الفكره؟ هجيت تكست من التكست فيلد وهست تكست في الليبل، يبقى انا كده عملت جيت تكست. شكرا، وعملت المعادله لحد الان تمام. القيمه فين؟ اخر قيمه انت عملتها موجودة في الاكس. طيب تمام، ممكن بقى تحط لي الاكس دي في الليبل، هو اسمه ايه؟ اسمه ريزلت. الريفرنس بتاعه اسمه ريزلت. هقول له ريزلت دوت سيت تكست، لو سمحت حط لي التكست اللي انا هقول لك عليه في ريزلت. اكتب شريف، اكتب احمد، اكتب اللي انت عايزه، هيطلع لك الكلام ده فين؟ في الريزلت اللي هي ديت. ولكن انا عايز اكتب الاكس. طب ما تكتب الاكس. هيقول لك لا ما ينفعش. ليه؟ مش انت لسه دلوقتي واخد القيمه وحولتها لدبل واشتغلت بالقانون؟ ما تحط الاكس على طول في الليبل. قال لك ما ينفعش، لازم تحولها عكس بقى، لان الليبل بيقبل تكست. الليبل بيقبل تكست وانت جايب له قيمه دبل. طب ما تحولها لتكست، حولها لسترينج. عادي جدا، هقول له سترينج دوت فاليو اوف. يبقى لما اجي احول من سترينج لدبل بستخدم دبل دوت بارس دبل، ولما اجي احول من دبل لسترينج بقول له ايه؟ بقول له string dot value of. اذا عندي two methods اقدر اشتغل بيهم علشان خاطر اعمل عملية convert، علشان لو جاب لك مثال فيه جمع وطرح وضرب وطرح وقسمة
تقدر تاخد التكست وتحوله وتجمع وتضرب وتطرح وبعد كده تحوله تاني لسترنج، واروح اظهر الكلام ده في مين؟ في الريزلت بتاعي اللي هو الليبل بتاعي. فاضل بقى الخطوه الاخيره اللي هي الخطوه اللي انت بقى حفظتها معايا، بروح اكاريت ريفرنس او اكاريت اوبجكت من الايه الكلاس بتاعي اللي اسمه تمب كونفرجن دوت سيت فيزيبل بايه بترو. اروح بقى اشغل البرنامج. على فكره علشان خاطر تتاكد البرنامج صح حط قيمه واحد لازم تطلع لك 33.8 من 10، وروح اعمل عمليه مراجعه كده ولو بسيطه على التحويل من سيلزياس لفرنهايت على جوجل، هتلاقي ان واحد سيلزياس بيكوال 33.8 فهرنهايت. طيب كل الكلام ده كلام جميل، ايه المطلوب في السؤال؟ هو ده السؤال، طالب منك تحط التايتل وتحدد السايز وتحدد اللي اوت وتبدا بقى انك انت تشتغل على الايه المنظر اللي انت شايفه ده فقط. تروح تعمل عمليه ديزاين ولكن ما طلبش منك اي كود خالص، ده كان جزء اضافه من عندي علشان خاطر حضرتك تشتغل. وادي الاكواد اللي احنا شرحناها حالا من غير الايفنت، صح كده؟ يبقى انا شرحت لك الايفنت دي جزء من عندي زياده مش موجود في السؤال استعدادا لاي سؤال مشابه. يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا 22 وخلصنا كمان، ده كان رقمه كام؟ كان 22. يبقى خلصنا 9 و17 و18 و22، فاضل سؤال اخير ان شاء الله هياخد معايا 5 دقايق خاص بيونت 10. السؤال ده سهل جدا، هنبدا نفهمه الاول مع بعض علشان خاطر نعرف نحل اي سؤال بنفس المفهوم. هقفل بقى كل الكلاسز ديت اللي فتحتها وهروح افتح كلاس اسمه ماي ابلت موجود داخل الباكج بتاعتي اللي اسمها ماي ابلت. المساله اسهل مما تتخيل باذن الله. هو ده الابلت بتاعي، رايت كليك واروح اعمل ران للفايل. هقول له مثلا 50 و30 يطلع لي 80، 50 و30 يطلع لي 80، ولكن ده مش ابلكيشن علشان خاطر كان في ناس بتسالني هو ايه الفرق ما بين الابلكيشن والابلت. الابلكيشن العادي ده اللي انا بعمله على الديسكتوب علشان يشتغل عندي على الويندوز بتاعي، ولكن ده ابلت بيشتغل على الانترنت. علشان اثبت لك الكلام ده هاخد الاكواد اللي انا كتبتها، هعمل كنترول مع حرف الاي، كليك يمين واقول له عايز اعمل كوبي، وهروح على الديسكتوب، كليك يمين واقول له نيو، وعايز اروح افتح ملف جديد خالص ولكن دوت تكست، او ممكن اروح افتح في قائمه ستارت هقول له عايز برنامج النوت باد بلس بلس. هروح افتح برنامج النوت باد بلس بلس او النوت باد العادي، يعني لو انت ما عندكش نوت باد بلس بلس افتح برنامج عادي، فايل نيو، وهقول له كنترول مع حرف الفي. انا عملت كوبي للاكواد وهروح اقفل، او الاول اروح اعمل سيف، ممكن فايل واقول له سيف از على الديسكتوب، وهسمي الملفات دي اي اسم ولا اسم محدد؟ انا سامع حد بيقول لي اي اسم، لا طبعا يا جماعه ده اسم كلاس لازم اسميها بنفس اسم الكلاس، يبقى ماي ابلت. يبقى هاجي كده واقول له هسمي الملف ده ماي وحرف الام كابيتال وابلت حرف الاي كابيتال زي ما انا كاتب بالظبط، ماي ابلت دوت جافا. يبقى انا كده هشتغل شغل مانيوال، ماي ابلت دوت جافا لان اسم الكلاس بتاعي ماي ابلت، على الديسكتوب واقول له سيف. طيب لحد الان تمام، اقفل بقى. هو ده الملف بتاعي. لو جيت عملت كليك يمين وقلت له عايز اعمل اديت بالنوت باد او النوت باد بلس بلس العادي زي ما انت عايز مفيش مشكله، ولكن انا بستعمل النوت باد بلس بلس علشان خاطر الالوان. هو ده المثال بتاعي، ولكن انا ما عنديش باكج، يبقى خلي الباكج كومنت. هو ده المثال بتاعي، الكلاس بتاعي اسمه ماي ابلت والملف بتاعي اسمه ماي ابلت. اروح اقفل واعمل سيف. لحد الان تمام. المفترض يكون عندك ملف دوت اندكس دوت اتش تي ام ال، طب ما عنديش، عادي جدا هروح افتح الايه البرنامج النوت باد العادي وابدا اكتب الاكواد بتاعه الاندكس. ممكن طبعا اخد كوبي بسرعه علشان خاطر ما نضيعش وقت واشرح لك ايه اللي مكتوب هنا. انا جيت كتبت الاكواد ديت، كل اللي عملته فتحت قائمة ستارت وفتحت النوت باد العادي،
علشان اعمل ملف يكون اسمه index.html. كتبت HTML وقفلت ال HTML، دي عبارة عن اكواد HTML. فتحت الهيد وقفلت الهيد، والتايتل بتاعي اللي هو هيظهر على البراوزر بتاعي هكتب مثلا ماي ابلت زي ما انا عايز. طيب لحد الان تمام. بعد الهيد، بعد لما تقفل الهيد بتاعك افتح البادي واقفل البادي، اوعى تنسى تقفل الايه التاج بتاع البادي. يبقى انا بفتح هيد وبقفل هيد، بفتح اتش تي ام ال الاول وبقفل اتش تي ام ال، بفتح هيد وبقفل الهيد، بفتح تايتل وبقفل التايتل، بفتح البادي وبقفل البادي، اوعى حد ينسى الكلوز تاج والاوبن تاج تتكتب زي ما هي. يبقى انا كده جاهز ان انا اكتب الكود بتاعي. الكود بتاعي سهل جدا، بقول له سنتر، يعني عايز الابلت بتاعي ده يكون في السنتر. الابلت ده اهو، هو ده الابلت بتاعي. بقول له ابلت، الكود بتاعه اللي هو اسم الملف، اسم الملف ايه؟ اسمه ماي ابلت دوت كلاس، ولسه ما كريتش الدوت كلاس، انا عملت دوت جافا. فهقول له ماي ابلت، هقول له ماي ابلت دوت كلاس، وبكتب الاسم صح. الويدز بتاعه على صفحه البراوزر بتاعي 350 في 300، مفيش اي مشكله خالص، وبقفل التاج بتاع الابلت. يبقى انا كل اللي عملته ان انا اخلي الابلت ده في السنتر. الابلت ده اهو سنتر مع سنتر. الابلت ده عباره عن ماي ابلت دوت كلاس، الملف اللي اسمه ماي ابلت دوت كلاس الموجود عندي على الديسكتوب هعمله حالا. الويدز بتاعه 350 والهايت بتاعه 300. امال الاتش 1 دي؟ الاتش 1 دي يعني كلمه هتظهر لك فوق قبل الابلت، هقول له مثلا This is my first project. ده هتظهر في H1. H1 ده بيجيب لك زي هيدنج، يعني زي تايتل كبير بخط عريض، وبينزل سطر، بينزل سطر لوحده. هقول له بقى فايل، وعايز اروح اعمل سيف از، واخزن الملف ده على الديسكتوب باسم اندكس. هقول له index.html واقول له سيف. طبعا الملف موجود عندي، عايز اعمل ريبليس، ماشي مفيش اي مشكله خالص. كليك يمين واروح اعمل اديت بالنوت باد بلس بلس. هو ده الكود اللي انا كتبته من شويه. ادي الاتش تي ام ال وادي قفله الاتش تي ام ال، الهيد وقفله الهيد، التايتل وقفله التايتل، البادي وقفله البادي، السنتر وقفله السنتر، وادي الاتش 1 والقفله بتاعه الاتش 1 بكتب مجرد يعني هيدنج زي ما انا عايز. وده الابلت بتاعي اللي هو ابلت بياخد الكود اللي هو اسم الملف، والويدز والهايت اللي هو الايه العرض والطول بتاع الابلت على الويب سايت بتاعتي. طيب لحد الان تمام، فاضل لي خطوه مهمه جدا. احنا كريتنا ملف الجافا، كليك يمين وقول له ايديت ويز نوت باد، ادي ملف دوت جافا، واوعى تنسى تروح تعمل كومنت للباكج. وخلاص الحمد لله خلصنا ملف الاندكس دوت اتش تي ام ال. فاضل خطوة مهمة جدا ان انا اروح اكريت ملف الكلاس. بفتح قائمة ستارت واقول له عايز السي ام دي، سي ام دي، وبقول له عايز اروح على الديسك توب، يعني سي دي ديسك توب. انا وصلت للديسك توب، عايز تعمل ايه؟ عايز اروح اقول له جافا سي، عايز اروح اشتغل بالكومبايلر علشان يحول لي الملف ده لدوت جافا. فهقول له ماي ابلت، على فكره ده الشغل بتاع يونت 10 عشان ما حدش ينسى. بقول له ماي ابلت دوت جافا واعمل انتر، هيعمل لي ملف دوت كلاس، ولكن هنا ملفات كتيره جدا دوت كلاس. ليه؟ لاني عندي انر كلاس، عندي انر كلاس، وهنبدا نشتغل بالانر كلاس حالا. طيب تمام، اذا المفترض يكون كريت لي ملف اهو اللي اسمه ماي ابلت دوت كلاس. طب تقدر تشغله؟ اقدر طبعا اشغله. هتشغله ازاي؟ من خلال الابلت فيور، بقول له عايز الابلت فيور ملف الاندكس دوت اتش تي ام ال، بشغله من خلال ملف الاندكس، هيطلع لي الابلت اللي انت شايفه. بقول له ابلت فيور، عايز اروح اشغل الابلت، وما تكتبش هنا ابلت دوت جافا ولا ابلت دوت كلاس، لا اسم الملف اللي هو دوت اتش تي ام ال اللي هو الملف ده. هقول له 50 و50 يطلع لك 100. طب انا استفدت ايه من الملف ده؟ شغل الملف ده. طبعا هنا بيقول لك ان في بلاجنز ناقصه،
طيب ممكن اروح اشغله. بيقول لك click here to activate. طيب هروح اكتيفيت، لو ما ظهر ليش هروح اشغله ببراوزر تاني، مفيش اي مشكلة خالص. طيب الحمد لله ظهر، هقول له 50 و100، اروح اعمل اد هيطلع لي 150. اذا ده عبارة عن ابلت موجود على الويب سايت بتاعتي، وده الهيدنج اللي احنا اتفقنا عليه لما جيت كده وقلت لك كليك يمين وعايز اعمل اديت، هو ده الهيدنج اللي انت شايفه اهو، This is my first project، وده الابلت اللي انا عملت له عملية انكلود، عملية تضمين داخل الويب بيج بتاعتي. طيب لحد الان كل الكلام ده كلام جميل. هنا بقى هقول له عايز اروح اعمل اكزيت من البرنامج، ونبدأ نشرح الاكواد اللي احنا يعني طبقناها حالا. هو ايه البرنامج ده؟ البرنامج ده عبارة عن ابلت. يبقى لازم حضرتك وانت شغال بالابلت لازم حاجة مهمة جدا تفهمها، ايه هو يونت 6 و7 بالتفصيل اهو. يبقى اول حاجة هعملها هروح اقاد اللايبرري بتاعتي، هروح امبورت اللايبرري بتاعتي، ولكن الكلاس مش هي اكستند جي فريم، ده هي اكستند جي ابلت بس. شايف اختلاف بسيط قد ايه؟ بدل ما تقول له جي فريم قول له جي ابلت، يبقى انا شغال على ابلت. وهروح اكريت ليبل وكريت 2 تكست فيلد وهكريت بوتوم، مفيش اي مشكله خالص ولا في اي حاجه جديده. ولكن في حاجه مهمه جدا جدا في الابلت لازم تشتغل عليها، ايه هي؟ ان الابلت ليه ميثود اشبه بالمين ميثود اسمها ان ايت. اول ما تشغل الابلت الايه الميثود دي تشتغل معاك على طول، تشتغل معاك دايركت، اسمها ان ايت. بحدد بداخلها اللاي اوت، بروح اكريت التكست فيلد بتاعتي، انا عندي 2 تكست فيلد، لو رحت رجعت للمثال ران فايل عندي 2 تكست فيلد وعندي بوتون وعندي ليبل، تمام، وادي الليبل بتاعي وادي البوتون بتاعي. ده المسألة سهلة جدا. اذا كل الزيادة بدل الجي فريم خليتها جي ابلت، ورحت عملت ميثود اسمها ان ايت. طيب تمام، وايه تاني؟ ورحت عملت اد للكومبوننت بتاعتك نم 1 نم 2 ريزلت اد بوتون، اذا الكومبوننت بتاعتك الاربعه اللي هو 2 تكست فيلد وواحده ليبل وواحده جي بوتون. هو انت كده خلاص خلصت؟ ايوه خلاص خلصت، ولكن اوعى تنسى انك انت تربط البوتون بتاعك بالاكشن ليسنر، البوتون ده اهو اللي هو اد، صح؟ اد بوتون اللي هو ده هربطه بالاكشن ليسنر، ومحتاج انر كلاس، علشان كده قلنا قبل كده ان هيطلع لك اكتر من كلاس، واحنا بنروح نشتغل بمين؟ واحنا بنشتغل بالجافا سي اللي هو الكومبايلر. طيب تمام، هو ده هيعمل ايه الانر كلاس ده؟ والله انت المفروض تقول لي، انت خلاص بقى بقيت فاهم. الانر كلاس ده اللي اسمه بوتون ووشر بيمبلمنت الاكشن ليسنر، وبروح اعمل عمليه امبلمنتيشن للاكشن بيرفورمد ميثود. هتعمل ايه؟ المساله سهله، هجيت التكست من هنا وهجيت التكست من هنا اهو، هروح اجيت التكست من هنا واجيت التكست من هنا، من التكست فيلد الاول والتكست فيلد الثاني، واروح اعمل للقيم دي كونفرت واجمعهم واضربهم واطرحهم زي ما انا عايز. انا عايز اعمل اد، وبعد كده اظهر الكلام ده في الريزلت، واحنا خدنا الكلام ده من شويه. المساله سهله جدا، هروح اجت نم 1 اللي هو التكست فيلد الاول وهخزنه في متغير، وهجيت نم 2 التكست بتاعه واخزنه في متغير، وبعدين حول لي الكلام ده لفلوت، يبقى هقول له فلوت دوت بارس فلوت لماي نم 1 اهو، وخزنه في اكس، يبقى الاكس فيها ايه؟ فيها الجيت تكست، ولكن بعد لما تم عمليه التحويل لفلوت. طب وهنا نفس الكلام، التكست فيلد التاني الواي فيها قيمة الفلوت، يبقى انا كل الفكرة رحت عملت جيت للتكست من التكست فيلد الاول، وعملت جيت للتكست من التكست فيلد التاني، ولكن في قيم سترينج. شكرا، عملت لهم عملية بارسنج من خلال البارس فلوت لان انا عايزهم فلوت، وخزنتهم في متغيرات فلوت. فاضل لك ايه؟ اجمع بقى واضرب واطرح زي ما انت عايز. سم بيكوال اكس زائد الواي اهو. طب طالما جمعت وضربت وطرحت فاضل ايه؟ اخر خطوه احط السم في الايه؟ في التكست، في السيت تكست بتاع الريزلت بتاع الليبل. يعني اخر حاجه هعملها اهو، انت كتبت 50
هتتحول دي لفلوت، وكتبت 30 هتتحول لفلوت. لما اعمل اد ياخد اللي انت حولتهم لفلوت ويجمعهم ويحطهم في الايه، في الليبل. هقول له اسم الليبل اللي هو الريزلت دوت سيت تكست، هحط في مين الصم. ولكن انا هنا هربت. هربت ازاي؟ بدل ما اقول له الطريقه بتاعتنا العاديه، ان انا كنت باجي هنا اقول له ايه، انا عايز اقول له string dot value of لمين؟ للصم. مش انا كنت بشتغل بالطريقه ديت؟ لا، انا هربت بطريقه سهله، جيت قلت له صم عادي جدا، صم ودي فلوت، اجمع لي عليها كونكاتينيشن فاضي، يعني وكاني حولتها لايه، لسترينج، بطريقه كده يعني فيها هروب. يبقى انا في الاخر هظهر التكست بتاعي فين، هظهر الصم فين، في التكست بتاع الليبل بس. كليك يمين ورن الفايل وابدا اشتغل بقى عادي جدا، اجمع اي ارقام انا عايزها واقول له اد. ولكن الاهم من كل ده اللي احنا عملناه، ان انا رحت عملت ملف اندكس اهو، في التاجز بتاعتي وفي السطر بتاع ازاي انك انت تحط الكلام ده داخل ويب بيج من خلال التاج اللي اسمه ابلت، ده مهم جدا. ازاي اروح اعمل عمليه كرييت الملف الدوت كلاس، بحوله من خلال السي ام دي، بقول له سي ام دي، وعايز اروح على سي دي وهروح على الديسك توب عشان اعمل عمليه تشينج للدايركتوري بتاعي، واروح اشتغل بالكومبايلر اللي اسمه جافا سي، واروح اقول له جافا سي مسافه اسم الملف بتاعي اسمه ماي ابلت دوت جافا، هيروح يعمل لك الملف اللي هو دوت كلاس، هيروح يعمل لك الملف الدوت كلاس، بحيث انك انت لما تيجي تقول له ابلت فيور، وده الامر او السوفت وير الصغير اللي مسؤول عن عمليه الفيو للابلت، يبقى الجافا سي كومبايلر. اما الابلت فيور ده عباره عن سوفت وير صغير جدا بيروح يظهر لك ملفات الاندكس دوت اتش تي ام ال او ملفات الاتش تي ام ال ايا كان اسمها. طبعا هنا اسمها اندكس، ده الهوم بيج بتاعتي، وابدا اشتغل عادي جدا زي ما انت شايف. هو فين الجافا سي وفين الابلت فيور؟ موجودين عندي. افتح بروجرام، ماي بروجرامز اللي على السي اهي، افتح طبعا بروجرام فايلز على السي، افتح جافا، الجي دي كي 1.7 احدث اصدار، البن، هتلاقي عندي الابلت فيور وعندي الجافا سي والجافا. طبعا الجافا ده عباره عن الفيرتشوال ماشين، وده الجافا سي عباره عن الكومبايلر، وده الابلت فيور اللي هو اللي بيروح يعمل لك عمليه اظهار للابلت. يبقى احنا كده الحمد لله قدرنا نراجع على الجزء الخاص بيونت 6 ويونت 7 والجزء الخاص بيونت 10. يا ريت نراجع المحاضره دي مره واثنين وثلاثه، وانتظروا مني محاضره ثانيه باذن الله بكره. بكده تكون انتهت محاضرتنا النهارده، خلصنا 6 و7 و10. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.